وراء كل صورة قصة. يشارك المصور أنور حسين حكاياته مع الأميرة ديانا في معرضه بالولايات المتحدة. تعتبر الأميرة ديانا المرأة الأكثر تصويراً في العالم، ونخص بالذكر المصور أنور حسين والذي التقط العديد من صورها الأكثر شهرة. وفي هذا التقرير نعطي لمحة عن الحكايات وراء وصور أميرة ويلز في معرض أعماله. ووفقاً لمجلة بيوبل، فإن المصور أنور حسين الذي يعتبر أطول مصور العائلة المالكة البريطانية خدمة قال: رأيت كل جوانب حياة ديانا، لقد كانت إنسانا حقيقيا وصالحا. يعرض حاليا في معرض لأعماله في شيكاغو ولوس أنجلوس، به أكثر من 140 صورة من تصوير المصور أنور حسين. يعطي المعرض نظرة لديانا بعين أنور حسين الذي التقط صورا لها منذ أن صارت شخصية عامة حتى وفاتها عام 1997. يتذكر المصور أنور حسين وهو تنزاني الأصل أنه عندما وصل إلى المملكة المتحدة عام 1962، وكيف أصبح المصور الخاص للعائلة المالكة البريطانية، وكيف شارك لحظات الأميرة ديانا الخاصة. قال حسين: يمكنك رؤيتها تنتقل من ديانا الخجولة عندما تنظر إليها وهي تنظر إلى الأسفل، لتصبح الأميرة ديانا للشخصية الأقوى، وهو ما كانت عليه بالفعل. وأضاف حسين: على الرغم من اعتراف الأميرة ديانا بأنها تشعر بالحرج عند التصوير أمام المصورين، فإنها كانت تتمتع بطريقة حكيمة في إظهار مزاجها سواء كانت سعيدة أو حزينة. سار أولاد أنور حسين على خطى والدهما في التصوير الفوتوغرافي الملكي، إذ قام بتصوير كيت ميدلتون والأمير ويليام والأمير هاري وميغان ماركل. قال أحد أبنائه في وقت سابق لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن والده لربما التقط مليون صورة للأميرة ديانا. ومن المقرر أن يضم معرض الأميرة ديانا بالإضافة إلى الصور الأيقونية للأميرة الراحلة، يعرض قصص صوتية غير معلنة توثق جوانب مختلفة من حياة أميرة ويلز، بما في ذلك الأمومة والزواج والموضة وعملها الخيري. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.